السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات ولد المغرب. اليوم ما غادي نشوفوا واحد الجريمة وقعت في مدينة مراكش وبالضبط في العام 2004، ملي غادي توصل البوليس واحد النهار بواحد الإخبارية كيعلمون فيها بوجود واحد الجثة مقتول مولاه في الدار ديالو في واحد الحي شعبي. كينتقل البوليس على وجه السرعة العنوان المذكور، كيوقفوا على واحد الدار السفلية الباب ديالها مفتوح، كيدخلوا كيلقاو جثة ديال واحد الرجل ثلاثيني غارق وسط الدم ديالو على اثر تلقيه عده طعنات. هنا كيعلموا النيابه العامه، كيستدعيو فرقه الشرطه القضائيه، فرقه التشخيص القضائي، كيجيو لعين المكان، كيدخلوا كيمشطوا مسرح الجريمه اللي هو الدار السفليه ديالنا، كيمشطوها مزيان. كيلقاو في البدايه اولا كيعاينوا الوهله الاولى انه هذا السيد يعني الضحيه كان مقتول قدام الباب ديالو، يعني ملي كتحل الدار ديالو كتمشي غير واحد 4 خطوات او لا شي 5 خطوات كتلقاه طايح، وكانت الدنيا مبعثرة تمايا، شي اشياء طايحة، الدنيا مخربقة، الدنيا مرونة، والملابس تاع الضحية كانت شبه ممزقة، وكانت تلقى على الوجه ديالو شي لكمات شي ضربات وبادية امارات الجروح الجسم ديالو من غير هادوك الطعنات. هاد الشيء عنده معنى واحد، وهو ان الضحية قاوم القاتل ديالو قبل ما يقتلو ويوجه ليه عدة طعنات ويموت على الاثر ديالو مزيان. ومن خلال التمشيط ديالهم لمسرح الجريمة البوليس اشنو كيلقاو؟ كيلقاو واحد الرسول تاع واحد الساعة يدوية. هذاك الرسول اللي كيكون في المكانة كتبرك ليه وكتحقق به المكانة، كتبغي تضبط على شي ساعة معينة، هذاك الرسول هذاك طايح. الضحية ما كانش لابس ساعة يدوية، وبالتالي غالب الظن رجحوا البوليس ان هذا الرسول غيكون طاح لواحد المكانه ديال هذاك القاتل على اثر واحد العراك كان بيناتهم، وضربوا على المكانه ولا جات فيه شي ضربه في المكانه وطاح هذاك الرسول. هادشي اللي قالوا البوليس مع الرسول. المهم حجزوا هذا الرسول. هذا حاجه اخرى، ملي كيدخلوا للدار كيقلبوها ما كيلقاو لا سرقه لا حتى شي حاجه، بيت نعاس كيلقاو الاوراق الشخصيه ديال الضحيه، كيلقاو لا كارت ناسيونال ديالو، كيلقاو البيرمي ديالو، كيلقاو عقد الزواج ديالو مع مراته اللي كان تقريبا 1 عام باقي ما واصلش، كيلقاو كذلك الملكيه ديالو لهاد الدار، يعني عقد البيع ديال الدار او عقد الشراء عفوا ديال الدار، كيلقاو عقد الشراء ديال الطوموبيل ديالو، شي متعلقات شخصيه اخرى ديال الذهب ديال مراته، شي مبالغ ماليه ماشي كبيره بزاف، المهم مبالغ ماليه محترمه حتى هي كاينه في بيت الناس، شي مقتنيات اخرى. هادشي هذا كامل ما داهش القاتل، وبالتالي القاتل ما عندوش الغرض بالسرقة، وإنما الغرض الوحيد ديالو وهو التصفية الجسدية. هادشي كيعني بأن الجريمة جريمة انتقامية، عنده شي حساب مع الضحية صفاه ليه ولاد بالفرار. ولكن الضحية حنا لقينا الأوراق الثبوتية ديالو، يعني الاسم ديالو عزيز وفي عمره 35 عام، ولقينا عقد الزواج ديالو مع مراته، ولكن مراته فين هي؟ عيطوا على مكتشف الجريمه. كانت واحد المراه، هاد المراه هادي كانت ساكنه فوق من الضحيه مباشره، لان الضحيه كانت ساكن كما قلنا في السفليه وفوق منه كانت ساكنه واحد المراه. جات حبطات المراه، قالوا لها البوليس عاود لينا بعدا قبل ما تكتشف الجريمه، عاود لينا حياه هاد السيد هذا انت جارته. قالت لهم اه راني مجاوره معاه تقريبا هادي اكثر من عام قبل ما يتزوج، كان صوب الدار من بعد ما شراها وصلحها ودار فيها شي اصلاحات، عاد تزوج جاب مراته ماريا، ماريا يعني هي مراته جابها. هي زيدي كملي، ملي جابها تعرفت عليها وليت كندخل عندها وتدخل عندي من بعد ما هو كيمشي للخدمة مزيان. ولكن هاد ماريا راه حاليا راه ما كايناش. فين كاينه؟ راه داها هذه تقريبا واحد 3 ايام داها الفيلاج عند والديها، امال فوا تقريبا واحد اسبوع 15 يوم كيمشي عند الفيلاج وكيجيب الطوموبيل ديالو. هادي العادة سيدي اللي عرفت فيهم انا تقريبا ملي سكنوا تحت مني او لا سكنوا حدايا ولاو مجاولين معايا مزيان. دابا هضر لينا على اكتشافك الجريمة كيفاش. قالت لي ما سيدي انا هابطة اليوم مع الصباح بكري، هابطة نجيب شي لوازم الفطور ديالي غدا المخبزة، على حتى كيبان لي الباب ديال الدار ديال جارتي ماريا مفتوح، وانا عارفة يعني ماريا ما كايناش في الفيلاج، وكاين غير راجلها، وراجلها كيفيق الصباح بكري وكيمشي للخدمة ديالو، علاش الباب مفتوح؟ هو كان مفتوح بزاف على حساب داكشي اللي قالت هاد المرأة هادي. المهم قالت لهم انا تشوش وتخلعت في الصراحة وقلت غتكون شي حاجة مشتا ليا، طليت غير براسي بحال ما هكا، على حتى كيبان ليا هاد العزيز هذا يعني ما
مرمي في وسط الدار وهو مقتول في هذه الحالة هذه. صافي مشيت كنجري، علمت البوليس هادش اللي كاين. هي هذيك البوليس من بعد ما هزوا الجثة هذه والدواء المستودع البلدي الأموات قصد التشريح الطبي، بقاو تمايا ورفعوا البصمات ورفعوا أي دليل آخر يقدروا لقاوه. الساعة ما لقاو حتى شي آثر أو شي دليل آخر من غير هذاك الرسول تاع المكانة اللي كيما قلنا. صافي سدوا هاد الدار هذه ورجعوا المستودع البلدي الأموات. هنا الطبيب الشرعي اشنو كيقول لهم؟ قال لي مودي هاد السيد هذا راه تلقى 4 طعنات، جوج على مستوى الكرش وواحدة على مستوى الصدر وواحدة على مستوى العنق، وكاملين تقريبا كانوا قاتلين الله يحفظ. وكما توقعوا البوليس هاد الراجل هذا الحساب الطبيب الشرعي قال لي مودي هذا راه كان بدا واحد المقاومة عنيفة مع القاتل ديالو، دخل معاه في واحد العراك وواحد الصراع، ولكن ربما هذاك القاتل كان عنده سلاح ابيض ووجه لي عدة طعنات صفاها ليه. هذا ما كان الزمن تقريبي السي الطبيب قال لهم تقريبا تقتل هاد خونا هذا مع جويل 10 11، يعني ما بين 10 11، هذا هو الزمن التقريبي ديال الوفاة ديالو. كان سكران كان شارب؟ لا، ما كان لا سكران لا شارب لا حتى شي حاجة. هي هذيك البوليس غادي نقاسم لواحد جوج فرق أمنية. فرقة غتمشي للمحيط تاع الضحية يعني الدرب فين كان ساكن، تسول البقالة، تسول الناس جيرانو، تسول اشنو كان كيدير يعني شنو الخدمة ديالو، تعرف جميع المعلومات اللي عليه، تعرف العلاقات ديالو بطبيعة الحال. وفرقة غتمشي للفيلاج فين ساكنة مراتو، هو نفس الفيلاج فين ساكن هو، يعني ماشي ساكن هو وانما العائلة ديالو موباه. مزيان، دابا خليونا مع الناس او البوليس اللي غادي يمشيو للمحيط ديالو. كيمشيو كيسولوا لهذا عزيز هذا اشنو كيدير، علاقاته، صحابه، مع من كيعمر، يعني جميع المعلومات اللي عليه، واش شاف شي واحد شي حاجه غريبه، شاف شي واحد كيسوى عليه بحال ما هكا. كيلقاو الناس كيقولوا بان هذا عزيز هذا كان خدام في واحد الشركه وكيفيق الصباح بكري، يعني كيفيق مع جوي هذيك الفجر بحال ما هكاك، وكيخرج وما كيجي اللي حتى الثلاثه بحال ما هكاك، 3:30 الربعه كتلقاه في الدار. هادشي اللي كيعرفوا عليه الناس. الشركه فين كاينه، سميتها، اشنو كيدير فيها، الله اعلم. حتى واحد ما عارف العنوان ديالها بالضبط او الاسم التجاري ديالها. مزيان، ماشي مشكل، هذه ما نعرفوها من بعد. علاقاته النسائيه، علاقاته مع يعني شي رجال، مدابز مع شي واحد جا هدو شي نهار، لا والو. عزيز كنعرفو انسان مزوج، يلا تزوج، هذه تقريبا واحد عام باقي ما كاينش. هو قبل ما يتزوج كان جا شرا هاد الدار، يعني هاد السفليه هادي، وصلحها، دار فيها شي اصلاحات وفرشها، ومن وراه لقيناه تزوج وجاب مراته. انسان درويش كنعرفوه، خاطي الصداع وخاطي المشاكل، ما عمرو جبد صداع مع شي واحد، ما عمرو دابز مع شي واحد. جميع الارتسامات اللي كانت على عزيز كتقول بانه انسان مزيان ولا عمر دار. مزيان، بقاو كيسولو البوليس اللي حتى طاحوا على واحد خونا. هاد خونا كان بقال، عنده محل ديال تبقات، ولكن ماشي كيشوف الدار ديال عزيز مباشره، وانما بعيد عليه شيئا ما، ولكن كيعرفو بحكم انه راه غير ولد دربهم تمايا. قال لي ما ودي ملي سولوا البوليس قال لهم هذه تقريبا راه واحد 6 ايام بحال ما هكاك، 6 ايام جا سولني واحد الشاب في الثلاثينات من العمر ديالو. الشاب هذا كيسكن هنا؟ لا، ما عمرني شفتو سيدي. مزيان، اشنو قال لك ملي سولك؟ قال لي واش كتعرف عزيز في كيسكن؟ قلت لي عزيز ولد ربنا، ها كيسكن هنا، يلا بغي نقول لي فين كيسكن وانا نقول لي اجي بعدا. ليش تا كتسول لي واش تا من عائلته؟ قال لي لا، انا ماشي من عائلته، وانما غير رشدوني الناس ليه، عرفوني كنقلب على خدمه وانا انسان متعقي وكذا، وكنصرف على والديا وباغي نخدم، انا ماشي ولد مدينه مراكش. وقالوا لي سير راه عند واحد السيد كيخدم فواحد الشركه كبيره وكذا، سميتو عزيز، كيسكن في هاد الدرب. ولكن انا عرفت الدرب ولكن ما عرفتش بالضبط هاد العنوان ديالو، يعني الدار ديالو بالضبط فينايا. انا بغيت كعافاك توري عليا باش نمشي نطلبو على خدمه. قلت لي ودي الدار ديالو راه فين هي، الدور من هنا اللي باب كذا، نعدتو مزيان اللي حتى مشى. انا حسن نيه، السيد باغي غير يخدم وباغي يطلبو على خدمه، هادشي اللي كاين. هاد الدري عاوتاني شفتيه مره اخرى؟ لا، هذيك اول واخر مره شفتو فيها السيد هذا، يعني هاد الدري ولا هاد الشاب. الا شفتيه مره اخرى تعرفو؟ اي سيدي نعرفو. مزيان، خداو هاد المعلومات بعين الاعتبار. دابا خليونا مع ديك الفرقه الامنيه اللي مشات للفيلاج غتسول مراته ووالديه. البوليس مع وصلوا لهذاك الفيلاج كيمشيو عند مراته مباشره، كيخبروها للاسف الشديد بهذا الخبر اللي هو كان اليم
وخيب بزاف. المرأة مسكينة يلا كيما قلنا عام باقي ما كاملش تزوجات بهذا الراجل هذا، غتصعق بهذا الخبر اللي كان بحال الفاجعة. هي البنت هذه كانت من العائلة ديالو أصلا، ماشي بعيدة منه، بنت دوار تمايا. قال لي ما سيدي هاد السيد هذا يعني عزيز الله يرحمه راني يلا تزوج بيه باقي عام ما كاملش، وباقي تقريبا تاع الحمالة محملات معاه ما عليناش. قالت لي ما انا راه ملي تزوج بيه جابني سكنني في الدار، الخدمه ديالو كان خدام في واحد الشركه، واحد الشركه عطاتهم الاسم والعنوان ديالها بالضبط فين كاينه، كيخدم مع جوي هذيك السته بحال ماكاك، وكيجي مع جوي جوج ونص بحال ماكاك، ثلاثه الماكسيموم ثلاثه ونص كتلقاه في الدار. انسان مزيان العمر دار، ما عمرك شفت منه شي حاجه خيبه، كتعرفي صحابو، كتعرفي عنده شي علاقات قبل منك كذا، لا علاقاته قبل مني ما عمرهم قالوا ليا، ولكن صحابو راه كانوا كيجيو عندو واحد جوج، جوج شكون هما جوج؟ واحد سميتو مبارك وواحد سميتو محمد، هادو صحابو في الشركة خدامين معاه، وراه كيجيو كيعمرو معاه في الدار، وصراحة ناس دراوشة هما ولا عمرها دار. وأنا شحال من مرة مشيت معاه عند واحد فيهم، واحد السيد فيهم كان سميتو مبارك كان مزوج تا هو، وتلاقيت مع مراتو، مراتو مأدبة ولا عمرها دار، هادشي اللي كاين. مشاو عند والديه، والديه سولوهم وخبرهم في نفس الوقت بالخبر الأليم، تفاجؤوا الناس مساكن. من بعد طبيعة الحال داوهم المستودع البلدي الأموات باش يتعرفوا على الجثة ديالو، وتعرفوا عليها وسلموهم الجثة باش يدفنوها بالمعرفة ديالهم. دابا خليهم في التحقيقات معاهم. الوالدين تا هما في الصراحة ما فادوا البوليس تا بشي حاجة، اللي كيعرفوا عليه أنه ولدهم خدام في مدينة مراكش، وخدام في شركة كبيرة، وكيتخلص مزيان ومزوج، والله عمرها دار، وما كيعرفوا عليه لا عداوه ولا حتى شي علاقه كانت مع شي بنت قبل، والو والو ما عارفين عليه حتى شي حاجه. ناس دراوش لقد الحال، صافي هنا خلاو مراته، خلاو موباه، ورجعوا للمدينه كيسولوا وكيبحثوا. اول حاجه غيديروها كما قلنا من بعد ما عرفوا العنوان ديال الشركه فين كان خدام، غيمشيو ليها. مشاو ليها كيسول البارون ديالو، المسؤول ديالو المباشر، قال لي ما ودي عزيز الله يرحمه راه كان شاف بيرسونيل هنايا، وكان كيتخلص واحد المبلغ اللي هو محترم، وكان تقريبا علاقاته جد محدوده. كانوا الاصدقاء ديالو جوج، واحد سميتو مبارك وواحد سميتو محمد، هما نفسهم اللي قالت الزوجه ديالو. جابوا هاد مبارك مع محمد، قالوا لهم انتوما اخر مره شفتوه فيها امتى؟ قالوا بجوج بهم تقريبا اخر مره شفناه فيها نهار وقوع الجريمه. هذاك النهار نيس بالضبط اللي عطاو البوليس هو نفسه نهار وقوع الجريمه، ما عادش دخلت عدو. حنا ملي سالينا الخدمه هنايا مع جوي ديك جوج ونص ثلاثه، هذاك النهار باقي عاقل، سالينا مع جوج ونص، مشيت في حالتي انا هذا مبارك تا هذاك محمد تا هو قال نفس الهضره، مشينا لديورنا، اتفقنا اولا كنا متفقين في الشركه باننا حنا غندوزو عند هاد السيد اللي مات الله يرحمه، هاد عزيز، غادي نريحو عندو نشربو معاه شي كاس داتاي ونجمعو شوية، لأنه كان قال لنا الزوجة ديالي راه ما كايناش في الدار، راه عند دار والديها، جيو عندي قصرو معايا ونسوني شوية وسيرو في حالكم. هادشي اللي كان مشينا عندو مع جوي هاديك الخمسة بحال ما هكا، كنا عندو في الدار، دخلنا عمرنا برات تاعاتاي، جمعنا نشطنا وخرجنا في حالنا. ماعادش خرجو تقريبا، خرجنا سيدي مع جوي هاديك شنو نقول ليكم، مع تسعود ونص العشر لاروب، واحد قال تسعود ونص واحد قال عشر لاروب، المهم ما مأكدينش، ولكن هذا هو الزمن التقريبي باش خرجوا. سولهم البوليس واش خرجوا من عشرة؟ لا ما خرجناش من عشرة، العشرة باقا ما كاملاش. من بعد ما خرجوا فين مشيتو؟ هذاك مبارك كان مزوج، مشى عند مراتو، مشاو البوليس عند مراتو، ما عادش دخل الدار هذاك النهار، بقاو كيعاقلوا فيها. اللي حتى تفكرات هذاك النهار الحساب ما بقيت عاقله، راه قال لي بانه هذيك الليله راه كان عند صاحبو عزيز، ودخل مع جويه العشرة ونص، العشرة ونص لقاتو هنايا في الدار، العشرة ونص مأكدة، مأكدة سيدي الله يودي، مزيان. مشاو عند الاخر هذاك السيد الاخر اللي سميتو محمد، ونتايا هذيك محمد ما كانش مزوج، وانما كان ساكن غير مع والديه، وعندو واحد البيت خاص بيه، عندو خوتو وعندو كذا. مشاو عند والديه، مشاو عند خوتو، والدي قالوا هذيك الليله بعدا راه بات هنا، واش معاش دخل؟ الله اعلم، ما بقيناش عاقلين بالضبط. واحد خوه قال لي ما ودي راه دخل مع جوي هذيك العشرة ورباع، العشرة تولوت، ادخل الدار بحال ما هكاك، لان السكنه ديال هذا محمد ما كانش بعيده بزاف من السكنه ديال هذا العزيز الله يرحمه. قال لي راه دخل مع التوقيت هذا، وراه بات هذيك الليله كامله. هنا البوليس شافوا بان هذا مبارك مع محمد،
ما عندهم حتى شي في هذه القضيه، لانهم عندهم ما يسويس انهم في لحظه وقوع الجريمه كانوا في ديورهم. كما قلنا الطبيب الشرعي قال لي مود ديال السيده راه مات مع جويه العشرة ال11، هذا هو الزمن التقريبي ديال الوفاه ديالو. دابا البوليس بقى عندهم خيار واحد، وهو انهم خاصهم يطيحوا على داك الشاب اللي سوي عليه في الدرب، يعني عزيز سوي العزيز خاصهم يطيحوا عليه مزيان. هادشي هذا راه ما استناوش المراه الزوجه ديال عزيز، راه باحثوا موراها وشافوا واش عندها شي علاقات، شافوا مع من كتواصل مع من كتهضر كذا، لقاو الصفحه ديالها بيضاء وما عليها حتى شي حاجه اللي كتير الشك او الريبة. ما عليناش نرجعوا التحقيقات ديالنا، هادي نرجعوا للمحيط تاع الضحيه كيسولوا كيبحثوا كيبحثوا كيسولوا والو، واش لقاو شي حاجه؟ حتى واحد ما شاف هاد خونا، يعني هذاك الشاب اللي قال لهم بقى جا سوى عليه وقال لي راني باغي نخدم. رجعوا عند الاصدقاء ديال هذاك عزيز الله يرحمه مبارك مع محمد، وقالوا لي معاونونا عاونونا باش نلقاو القاتل تاع صاحبكم الله يرحمه. اشنو كتعرفوا عليه؟ عنده عديان، عنده شي اصدقاء يعني كيتسالهم شي فلوس، كيتسالوا شي فلوس، عنده شي علاقات نسائيه، اي حاجه اي حاجه عاودوها لينا. هاني هذاك مبارك مع محمد قالوا للبوليس واحد القضيه مهمه، وهي ان هاد عزيز هذا قبل ما يتزوج بهاد مراته الحاليه كان داير علاقه مع واحد الدريه، وهاد الدريه كانت مضافه في مدينه مراكش نيت، كتخلص واحد الصالير اللي هو زوين بزاف. الدريه بصراحه كانت في العمر ديال هذيك 28 27 عام، كان داير مع علاقه لمده 4 سنين وهي معاه، وكان كيقول لهم انني غادي نتزوج بها، ولكن مؤخرا اعتقطع معها، مؤخرا صار فضه معها هي. فجاه لقينا شراها الدويره هذه وصلاحها ومشى للفيلاج وتزوج بهذيك الدريه بنت عائلته. مزيان الدريه كتعرفوا من خدامه سميتها، واش نقول لكم الدريه سميتها ساره، نعاقه عليها ساره، عمركم شفتوها معاه؟ انا شفتها معاه، هذا مبارك يهضر، اما محمد ما عمرو عرفها. مبارك قال لي مودي انا شفتها معاه واحد النهار كدي الصدفه حدا واحد القهوه وبان لي معاها. ساره كانت بنت زويله ومؤدبه، وفي صراحه انا كنت باغي يتزوج بهذيك البنت، انسانه مثقفه وقاريه ومضافه وزويونه تبارك الله، وكانت كدير عليه المستحيل، وفي الاخير يعني اخر لحظه مشى تزوج بواحد البنت اخرى من الفيلاج، وفي النهايه راه كيبقى داك شغله. انا المهم غير عطيته نصيحة لا اقل ولا اكثر. في كتخدم قالوا ليهم كتخدم في الاداره الفلانيه، واحد الاداره معينه قالوا ليهم. ما عليناش، مشاو البوليس لهاد الاداره هادي، دخلوا تمايا هضروا مع المسؤول المباشر، واحد الموظفة عندك سميتها ساره كذا، بقاو يبحثوا اللي حتى جابوها. المهم جابوا هاد ساره هادي، سولوها اول سؤال كتعرفي واحد السيد سميتو عزيز فلان فلاني، عزيز صراحة هذاك السيد راه كان موحدني بالزواج وراه خطبني من ظهرنا وكذا، ولكن واخا العلاقة ديالنا دامت تقريبا واحد 4 سنين، نفس المدة اللي قال هذاك مبارك ومع محمد الأصدقاء ديال عزيز، واخا العلاقة دامت سنين ولكن في النهاية ما كتبش مكتوب هو تزوج، وأنا راني باقا موظفة عادية، أنا راه ما تزوجش ما والو كيما كتشوفوا، هادشي اللي كاين. وانتي ما حاقد عليه، ما قررت انك تصفي عليه، ما والو دوي. وانا علاش نحقد عليه سيدي؟ انا هو خو تعدى عليا في الصراحه، هو تكرفص عليا وتعدى عليا وكذا. كيفاش تعدى عليك وتكرفص لك؟ وضح لينا المسائل، اشنو غتقول لي ما صار هادي؟ قالت لي ما ودي هذاك عزيز الله يرحمه راني كنت معاه 4 سنين، 4 سنين وانا ندير معاه علاقه من بعد ما خطبني من دار والديا، هو كان هذيك الساعه يلا خدم في هذه الشركه اللي هو خدام فيها، كان عامل بسيط ولكن كان متفاني ومجد في الخدمة ديالو مزيان. تعرفت عليه الصراحة بغيته، وهو كان كيقول انه كيبغيني. انا هذيك الساعة كنت يلا دخلت الخدمة، كنت كنجمع فلوس، انا الهدف ديالي في الحياة انني ندير شي حاجة ديالي، ندير شي حاجة نرجع ليها، ندير دار، ندير شي مشروع خاص بيا من بعد، المهم هذه الامنية ديالي. كنت كنجمع الفلوس هويا، وبما انه هو الزوج المستقبلي ديالي وخطبني من دارنا ولا كيجي ويخرج عليا وكلشي عارفو انه غادي يتزوج بيا، كنت كنعطيه الفلوس، كنعطيه الفلوس بغيته انه يشري واحد المحل اللي غادي نستقر فيه انا وياه. وفعلا نيت كان كيوريني واحد المحل كنت كنمشي ليه، هنا البوليس استقطعوها قالوا لي هاد الدار هادي اللي كان كيوريك فين بلاصه جات، غتعطيهم العنوان ديالو فين تلقى المقتول، يعني الحضره ديال البنت صحيحه. زيدي كملي قالوا لها
قالت لي مودي هاد الدار هادي راه انا تقريبا بفلوسي باش شراها. كل مره كنعطيه واحد الباي، بقيت كنعطيه اللي حتى قال لي واحد النهار راني قدرت انني زدت شي بركه من عندي انايا وشريت واحد الدويره في واحد الحي شعبي يلاه معايا. شوفي مشيت معاه في النيت وشفتها وعجبتني، واخا كان دار على قد الحال في واحد الحي شعبي، ولكن انا غادي نتزوج به وغادي يكون راجلي وكذا، ما كاين باس من بعد ان شاء الله ونبدلوا هاد السكنه هادي. وبقى كيشد مني الفلوس من وراها، كل مره هو يصلح فيها هو يفرش فيها هذا، وكل شي كنقول غادي نكون انا وياه، ولكن في نهايه المطاف لقيتو نكر ليا وجمع طوا ومشى للفيلاج وتزوج بواحد البنت. خاصمت عليه، غوت عليه، قلت ليه حطيتيني في واحد الموقف خيب مع عائلتي ووالديا وكذا، كلشي عارفك انك غتزوج بيا وجريتيني هذه 4 سنين، شحال من واحد كان باغي يخطبني ما بقاش باغي يخطبني او باقي باغي يتزوج بيا، اشنو درت لك اللي تعدى عليا بهذه الطريقه. المهم هو في نهايه المطاف قال لي شوفي انا الصراحه ما عندي ما ندير لك، انا راه ما باغيش شي انسان تكون موظفه وكذا وانت ما تخليش على الوظيفه ديالك. هادشي هذا قالوا لي في الاول، علاش مخليني 4 سنين وانا وراه وكان عندك الفلوس؟ هذيك الوظيفه اللي انت ما حاملاش راه هي اللي دارت لي الدار وهي اللي فرشتها وهي اللي صوباتها، في النهايه باغي تزوج وتخليني، المهم رجع لي غير فلوسي. هو في الصراحه على حساب التصريحه ديال ساره انا علاقتهم كانت جد محدوده، ما مشاتش شي ابعد حدود معينه، ما عليناش. المهم ساره ترزات غير في الفلوس ديالها، كان تقريبا شحال من مليون اللي كان جر منها هاد خونا هذا، صوب الدار من بعد مشراها وفرشها وكذا، كل شيء لحسابات ساره الموظفه. وفي النهايه تنكر ليها ومشى تزوج بعد اخرى. قالت لي انا في الاخير صافي، قلت الله ياخذ فيه الحق، وخرزاني في شبابي وضيع لي عمري ودي لي فلوسي، ولكن الله بوحده اللي غادي ينتقم منه، وراه ينتقم منه مات بهذه الطريقه، انا ما عندي حتى شي ادفال الجريمه. هنا البوليس تفاجئوا، قالوا هاد البنت هادي عندها جميع دوافع الجريمه باش تصفي عليه، ولكن في نفس الوقت كيشوفوا المعطيات اللي عندهم في مسرح الجريمه والادله وكذا، كيشوفوا انها بريئه. علاش قلنا بريئه؟ لان هذاك خونا كيفاش تقتل، يعني هذاك خونا يعني عزيز باش تقتل، راه على حساب الطبيب الشرعي قال لي ما ودي هاد خونا هاد راه غادي يكون دار مع شي واحد راجل، راه ماشي بنت، راجل قوي، لان لقينا السيد مجهل لي عده لكمات وضربات، وكان بدا واحد المقاومه عنيفه وكذا، ما يمكنش يكون دار مع بنت وغادي يتقاوموا بهذه الطريقه ولا شي حاجه. البنت غالبا غادي يا اما تغفلوا من اللور او لشي حاجه طعنوه، ما يكونش مدار معاه ولا شي حاجه، لانه ولا دار معاه غادي يقدر يسيطر عليها ولا يحيد لها الجنويه او الموس، ما عليناش. اضافه الى هادشي هذا كامل، هاد البنت هادي ملي بحثوها البوليس وسولوها لحظه وقوع الجريمه فين كنتي، قالت لي مودي انا كنت في واحد الحفله، واحد الحفله ديال عيد ميلاد ديال صاحبتي موظفه معنا، مشينا حنا الموظفات مشينا عند الدار واحتفلنا معاها تقريبا من جويه 8 تاع العشيه، وحنا معاها اللي حتى 12 الليل. مشاو البوليس عند هاد البنت هادي الموظفه اللي كان دايره حفله ديال عيد الميلاد، سولوا صحاباتهم الاخرين كاملين، اكدوا بان ساره كانت معاهم طيله هاد المده هادي. ايوا شكون اللي قتل هاد عزيز والبنت عندها دافع الجريمه وماشي هي؟ سولوا هنا البوليس واش انت عندك شي علاقه دابا مع شي واحد؟ ربما قالوا البوليس هاد خوني اللي دخلت معاه في علاقه يقدر يكون هو اللي قتله، يعني قالت لي سير صفي لي وتا واحد ما غادي يديم يجيب، وانا راه عندي ما يثبت بانني ما عندي حتى شي علاقه في الجريمه، كلشي وارد. ولكن كتفاجئوا هاد ساره هذه بانها ما عندها حتى شي علاقه مع شي واحد، وما عمرها اصلا دارت علاقه مع شي واحد، لان صافي هذاك خونا بحال كراها في الرجال كاملين للاسف الشديد. هنا ساره باتت خارج اطار الشبهات، ولكن هادشي هذا ما كيمنعش اننا نمشيو نهضروا مع والديها والعائله ديالها، ما كاين باس. مشاو البوليس العائله ديالها، والديها ناس كبارين في العمر، هضروا معاهم كبارين في العمر وكانوا من واحد الطبقه اللي هي متوسطه نوعا ما. كانت هذيك البنت يعني ساره اي حاجه صورتها من الخدمه ديالها، وكانت كتدخل قرعات، وكانت قرعات يعني جمعيات كتدخل لهم وكيجمع الفلوس، ولكن هذاك مسخور الوالدين دا ليها كلشي، ما عليناش. والديها قالوا لي ما ودي هاد ساره هادي راه بنتنا، كان خطبها واحد سميتو عزيز، نفس الهضره اللي قال ساره تقريبا، ولكن هما ما كانوش عارفين بان بنتهم ساره كانت كتعطيه الفلوس،
كانت هي اللي كتصلح ليه الدار وتفرش وكذا، وهي اللي عاوناته في الشريان ديالها. تقريبا 81% من القيمة المالية ديال الدار هي اللي شاريها. ما كانوش عارفين الشيء ده كامل، ما عرفوه اللي احتاج فرسكات الخطوبة وصافي مشى في حالته وعزيز وما بقاش خاطب. علاش؟ لان هي كانوا كيدخلوا عندها البيت الناس كانت كتبكي وتغوص وطالع لها الدم وكذا. هنا هما في اطار داك التصبير ديال الوالدين كيقولوا ودي الا مشى هذا راه يجيو 100 منه، ما كاينلاش تكعي. هي كتقول لي ما ودي انا ما كيعياش عليه، كيعيا على الفلوس اللي دار ليا، يعني شحال من عام وانا كنجمع وكنعطيه بحال شمتني السيد. عاد غادي يعرفوا بان السيد كان ناصب له في واحد المبالغ كبيره بزاف. وبطبيعه الحال من الناحيه القانونيه راه ما عندها ما تصور ليه، لانه ما كاين حتى شي وصل ديال الامانه او لا شي كيمبيالات او لا شي شيك او لا شي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه كتبت بان عاطيها الفلوس. وغير الاشاره هذه غير من عندي انا، لا قدرني على فعل الخير. اي بنت بغات تعاون راجلها او تعاون شي خطيبها او لا شي حاجه في فراش الدار شي حاجة هكذا ما تعطيش فلوس، باغا تعاونيه فعلا نيت سيري شريها، سيري شريها الثلاجة احتفظي بهداك الروسي ديالها، شريتي ماكينة الصابون احتفظي بالروسي، شريتي الفراش من شي متجر معين احتفظي بالروسي، أي حاجة احتفظي بهدوك الفاكتورات، حيتاش ملي كتحتفظي بيهم كتخزنيهم، إلا وقع شي نزاع معين ولا شي حاجة كيقول لك انت راكي ما عاطيني حتى شي حاجه، هادشي هذا بفلوسي، جبدي لا عندك شي دليل. انت هذيك الساعه كتجبدي ليه هذوك الفاكتورات كتقدميهم للمحكمه او للبوليس، نقولوا المحكمه، كتاخذي هذاك الشيء كامل ديالك بطبيعه الحال كتخرجيهم من الدار وما عنده ما يدير. المهم هذه غير اشاره قانونيه فقط، ما عليناش. هنايا نرجعوا كما قلنا الوالدين ديال ساره، هادشي اللي قالوا البوليس، قالوا ليهم اودي حنا راه ما عرفنا هادشي هذا غير من بعد وما صورنا حتى شي حاجه، لان ساره كانت كتعطيه الفلوس نقدا اموال نقدا. هنايا شكون اللي غادي يدخل الدار؟ وهما كيجمعوا مع الوالدين يعني البوليس، غادي يدخل الاخ ديال ساره، خوها كان تقريبا في عمره هذيك 35 36 عام، كيدخل اون فوا شاف البوليس بحال السيد ارتابك، ما كانش كيسحاب البوليس كاينين في الدار كيهضروا مع الوالدين ديال ساره. قالوا ليه انت شكونك؟ قال لهم انا سميتي طارق والاخ ديال ساره. ياك ما كاين باس، علاش كتبحثوا هنايا؟ عاودوا ليه لافير كي داير. قالوا لي ودي حنا كنبحثوا في واحد القضيه ديال هذاك خونا اللي كان خاطب اختك، لقيناه ميت في واحد الظروف غامضه وحنا كنبحثوا على القاتل ديالو. قال لهم هذاك خونا راه مجرم، راه كيستاهل القتل. كيفاش كيستاهل القتل؟ ونصب على الاخت ديالي ودالي رزقها وكذا وضحك عليها وجرى معاه 4 سنين، بصراحة هذا اللي قتلو الله يعطيه الصحة، ومشى وخلاه. من البوليس تبعوه، علاش تبعوه؟ لأنهم لاحظوه داير واحد المكانة في يدو، ما يعيطوا ليه. قال ليه طارق طارق شحال الساعة؟ ودي راه قال لي سمح لي الشيخ راه ما خداماش. قال لي اش ما خداماش؟ ساكت ما خسرات ليا اليامات، وكيحاول يضرق فيها. هنايا البوليسي يعني هذاك الضابط اللي كيهضر ويقول ليه وريني ديك المكانه ويوريها ليه. قال ليه حيدها من يدك، حيدها من يدو عطاها ليه. هنايا الضابط كان هاز معاه هذاك الرسول، كان هاز معاه هذاك الرسول اللي كان في واحد الستاشيه معينه دايرو معاه، وجبد هذاك الرسول جبدو ويخشي في هذيك المكانه، خشاه جاه لاصق هو هذاك ديال هذه المكانه خدم صافي. هنايا الضابط في البلاصة لقى عليه القبض وداه الكوميسارية باش يعمق مع البحث. كيغوت هذاك طارق يغوت يغوت، انا ما عنديش شي دعوة بالقضية هادي، علاش شادني انايا؟ مخلي المجرم الحقيقي يدوجي عندي انايا. الوالدين كيغوتوا ولكن عرفوا الضابط بان عنده يد في القضية، داه الكوميسارية كما قلنا وبدا كيعمق مع البحث. قال لي قول لي التبعدة نهار وقوع الجريمة فين كنتي؟ هذاك النهار صار وقوع الجريمة مع جويه 10 11 فين كنتي؟ أولا من 8 حتى 10 11 فين كنتي؟ قال لهم فين نكون؟ كنت في الدار. سولوا الوالدين ديالي وسولوا سارة، سارة ما كانتش، كانت عند صاحبتها في عيد ميلاد. غادي نسولوا غير والديك. رجعوا عند الوالدين ديال طارق سولوهم، قالوا لهم ولدكم طارق نهار وقوع الجريمة بطبيعة الحال عطاهم التاريخ بالضبط معاش دخل الدار، أولا واش بات في الدار أولا شي حاجة. يعني الوالدين بجوج بهم قالوا بان طارق ما دخل حتى الجويه هذيك الوحده تاع الليل وحده ونص بحال ما هكاك، وماش خرج ولا خرج بكري هذاك النهار، خرج جويه 4 بحال ما هكاك خرج من الدار مزيان. صافي هنايا طارق خاصو يعترف والا غادي يعترف.
صافي انايا طارق ميواجهو بالكذوب ديالو ودخل حتى لجواه الوحده الوحده ونص للدار على حساب تصريحات تاع والديه، وما قدرش يقول البوليس فين كان بالضبط في هذيك الوقيته. المعلومه هني البوليس باش يزيدوا يضغطوا عليه اكثر واكثر اشنو مشاو جابوا، جابوا هذاك البقال اللي قال راه واحد الشاب جا سولني على عزيز المرحوم، جابوه حطوا طارق في واحد طابور ديال العرض، جابوا واحد 5 ديال الشباب نفس البنيه تقريبا نفس العمر ديال هذاك طارق، وقالوا لهذاك البقال الله يجزيك بخير الا ما تعرف لينا على هذاك خونا اللي جا سولك ذاك النهار. مشى ليه نيشان قال لهم هذا على طارق، هذا جا سولني وقال لي عزيز فينا هو كذا داكشي اللي قال لهم في الاول، يعني باغي يخدم وباغي يتوسط لي في خدمه. مزيان مشى في حالات البقال، دابا رجعوا عند طارق وقالوا لي شوف دابا انت لقينا هذاك الرسول ديال المكانه ديالك طايح في مسرح الجريمه حدا الجثه، وهذا نفس الرسول هو ديال المكانه ديالك، وحنا لقينا المكانه ديالك خاصه هذاك الرسول، هذه وحده. حاجه اخرى سبب الغياب ديالك على المنزل او لا ما جيتي حتى لشي الوحده الجوج بحال ما هكاك عاد دخلتي للدار، المكان ديال التواجد ديالك هذيك الوقيته المعلومه وهي نفسها الوقيته فين تقتل هذاك العزيز الله يرحمه ما قدرتيش تبينها لينا. حاجه اخرى البقال تعرف عليك مباشره، مشيتي سولتيه على الدار او العنوان ديال هذاك العزيز الله يرحمه، اعترف سلك فين غادي يبان النكير هذا. صافي هنايا طارق حضر راسو وبقى كيدور في عينيه، هو اعترف اشنو قال لهم في الاعترافات. قال لي مودي هاد عزيز هذا كان خاطب الاخت ديالي ساره، خاطبها تقريبا واحد 4 سنين. علاش 4 سنين طول فيها؟ علاش؟ لانه كان انسان يلاه بادي الخدمه ديالو في واحد الشركه، وساره اختي كانت متمسكه بيه وكانت كتقول انه هو الانسان الوحيد اللي كتبغيه وهو كيبغيها. المهم حنا ما بغيناش نخسروا لا انا لا والديها، ولكن كانت علاقتهم جد محدوده، كيدخلوا بالحساب ويخرجوا بالحساب. ساره اختي انا تايق فيها وكنعرف اش كدير، ولكن لي ما حملش انايا هو انه من بعد ديك 4 سنين خلاها وتزوج وحده اخرى، ولكن حنا ما عارفينش بان ساره اختي كتعطيه فلوس، راه هي اللي شريت ليه الدار وهي اللي صوبت ليه صلحتها لي يعني ديك الدار، وهي اللي فرشاتها ليه وعاوناتو بزاف ديال الحوايج. وفي التالي ملي سال هذيك 4 سنين يعني سال وصل للمبتغى ديالو، دار جميع الحوايج اللي كيلزمو انه خاصو يتزوج، سمح فيها ومشى تزوج وحده اخرى. كما قلت لكم انا ما عنديش مشكل انه خطبها وتفرتك هذيك الخطوبه، ولكن هو ضحك عليها، جا جرى وراها 4 سنين، وشحال من واحد في هذه الفتره هذه كان باغي يتزوج بها، ولكن ملي عارفها مخطوبه ويعني في الدم تقريبا على واحد اخر ما بقاش الزعم عليها ومشى تزوج ونساها هي. يا الموضوع تاع الفلوس ما كنتش عارفه، اللي حتى سال اللي سال اللي حتى جات قالت لينا انا والديا، والديا تاسفوا وقالوا لي سيري ادعي وكذا، ولكن اش نصور ما نصور حتى شي حاجه، يعني السيد ما كانش كيعطي على وصل امانه لكن بيال حتى شي حاجه، وهي حتى حاجه ما كديرها في سميتها، وبالتالي القانون راه ما كيحميش المغفلين. هنايا صافي انايا كبر الحقد في القلب ديالي وقررت انني نصفي عليه. في الاول ما كنتش باغي نصفي عليه، وانما غير كنت باغي نلقن واحد الدرس، كنت باغي نخلي ضربوه ديال بصح، هادشي اللي كنت باغي ندير انا الصراحه. هذاك النهار مشى استمر لي على الدرب اللي كيسكن فيه هوايا، قالوا لي البوليس العنوان ديالو من جبتيه، يعني داك الدرب والمكان اللي كيسكن فيه من غير الدار ديالو بالضبط، راه حنا عرفناك جبتيه من عند البقال. قال لي ما ودي من عند الاخت ديالي ساره، اختك ساره متفقه معاك؟ لا ابدا، ساره ما خبرات حتى شي حاجه، حلف ليهم بان ساره ما عارفاهش بانه باغي ينتقم منه او اللي باغي يدير ليه شي حاجه، ساره ما فراسها حتى شي حاجه، ساره بريئه من هادشي هذا كامل. انا بوحدي قال لي في الطريق هذا بوحدي قررت اني نصفي عليه او لا غير نخلي ضربو كما قلت لكم. ما عليناش، واحد النهار غير سولت غير بلاتي هي احسن، اللي حتى عرفت العنوان ديالو غير الشارع والزنقه، ما عرفش العنوان بالضبط الدار كذا كذا، لا عرف الدرب اللي كيسكن فيه. قال لي هذاك النهار قررت انني نقوم بعملي ديالي، مشى في على نيت الدرب فين كيسكن او الزنقه فين كيسكن، هو ما عارفش كما قلنا الدار بالضبط فين جات. مشى سول البقال قال لي ودي راني باغي نخدم في واحد الشركه خدام في هذاك عزيز ولد دربكم، وراه صيفطوني شي ناس، ولكن انا الدار بالضبط ما عرفتهاش فين هي. نعتو بحسن النيه هذاك البقال، قال لي صافي الله يرحمك الوالدين بعد منه، ولكن بقى سامر بعيد، بقى حاضر الدار غير من بعيد. هو كما قلنا راه كان في الدرب مع جوي هذيك الربعه بحال ما هكاك، مع الخمسه كيبانوا لي هذاك مبارك مع محمد
دخلوا صحاب عزيز دخلوا عنده الدار، كيتسنى في الجوج يخرجوا، بقى غير كيتبربص تما كيدور هنا كيدور هنا كيدور هنا وحاضي مزيان، اللي حتى وصلات هذيك 9:30 بالضبط او العشرة على 25 بانوا ليه هذوك جوج خرجوا. هنا يبان ليه القضية يعني مأمنة، وخاصو في هاد الأثناء هادي يهجم على صاحب دعوته. سولوا البوليس قالوا لي واش انت ما عارفوش بانه مزوج؟ قال لي انا عارفه مزوج، ولكن انا صافي ما بقيتش شفت الضوء عليه، خاصني نصفي عليه. وجي مراته حتى هي كنت غادي نصفي عليها مزيان كمل. قال لي صافي وصلت هذيك العشرة الا ربع العشرة قال شي حاجة بحال ما هكاك، امشي دقيت عليه في الدار. كان تقريبا الدنيا صقلات والظلام، وهذيك البلاصة تقريبا ما كانش فيها الضوء. دقيت عليه ليه تخرج، ما خرج يلا غادي تفاجئ بانني انا طريق الاخ ديال الخطيبه ديالو السابقه ساره. دفعته بواحد القوه ودفعت الباب بالمرفق ديالي اللي حتى تسد، شديته ووجهت ليه عده لكمات. هنا هو قاومني، بقيت ندار معاه طف طف طف، ونضطر نجبد واحد الجنويه كما قلت لكم راني دايره في الكارطابل ديالي، جبدتها ووجهت ليه عده طعنات في الصدر والكرش والعنق ديالو اللي حتى بان لي صافي السيد مات فارق الحياه. من وراها خرجت حليت الباب ولدت بالفرار، من بعد ما تلافت تنهن ما بان لي حتى شي واحد، زدت في حالاتي هادشي اللي كاين صافي. من ورا الاعترافات ديال هاد الطريق هذا الاخ ديال ساره عاوتاني عيطوا على ساره وسولوها وحقوا معاها وبحثوها، وعرفوا بان هاد الجريمه هذه ما عندها حتى شي يد فيها، وانما غير خوها ابقى فيه الحال وقرر انه ينتقم على ودها وصفي عليه بالطريقه البشعه. المهم داز المحاكمه وسحكم عليه بالمؤبد. ايوا هذه النهايه ديال الحلقه ديالي ديال اليوم، كنتمنى انها تعجبكم وتنال الرضا ديالكم وطرحكم، والله يرحم لكم الوالدين على حسن الاصغاء والمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله.